خلونا نبتدي بالأول بطاجن الفراخ ونشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجة لكيلو صدور دجاج، 4 معالق كبيرة زيت نباتي، كوب بصل مقطع شرائح، 3 فصوص ثوم مقطعة شرائح، 2 معالق كبيرة زنجبيل طازج مبشور، 1 معلقة صغيرة كمون، 1 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، 1/2 معلقة صغيرة قرفة، وكوب مرقة فراخ. لكن هيدي هي المقادير. طبق الدجاج ممكن نكون عم نحضره وعم نقدمه طبعا على سفرة الإفطار. دايما بده يكون في عنا طبق غني بالبروتينات، إن كان لحمة ولا دجاج ولا سمك. وطبعا نحن خلال هالشهر الفضيل رح نكون عم نحضر كل أنواع المأكولات وبطريقة صحية وتليق بمائدة الإفطار. اليوم حبيت افتتح بطبق فراخ. مثل ما شايفين عندي كيلو من صدور الفراخ منظف ومنشال عن طوارفه كل الأبيض. مثل ما دايما بقلكن حتى برمضان بدنا نضلنا منتبهين على هالعوايد الصغيرة اللي عادة نحن بنعملها بأيام العادية أو اللي بقلكن عنا بالأيام العادية. يعني مثل ما دايما بقلكن صدورة الدجاج على طول لما نجيبها وبدنا نشتغل فيها طوارف بدنا نشيل عنا الأبيض، لأنه هذا الأبيض هي دهون مشبعة لازم نكون عم نشيلها. وعندي توابل عديدة طبعا، وتحديدا عندي الزنجبيل. ليش اخترت كمان الزنجبيل؟ حتى احكيكم عنه وقلكم شو فوائده بهذا الشهر الفضيل. الزنجبيل بحسن عملية الهضم، والزنجبيل بهدئ المعدة وبخفف من فرز الأسيد بالمعدة أو الحموضة. دايما بننصح بالزنجبيل للسيدات الحوامل بأول فترة من الحمل، لأنه بهدئ يعني لما يكون في عنا لعيان نفس وتعب بالمعدة بهدي. فنفس الطريقة ونفس الشيء لما يكون عنا صيام طويل طول اليوم ونجي بدنا نفطر، لازم نكون عم نعرف شو نفطر ونختار الأطعمة ونتناول الأطعمة اللي بتهدي المعدة حتى ما يصير في عنا عسر هضم. وجود الزنجبيل كتير أساسي، جربوا دخلوه دايما بمعظم الأطباق اللي عم بتحضروها مثل ما أنا رح أعمل اليوم. لكن أول شيء رح أبتدي فيه بدي أحضر بهيدي البولة الكبيرة، بدي أحضر التتبيلة تبع الفراخ. أنتوا عندكم بالبيت بتتبلوا الفراخ وبتخلوه ينتقي على القليلة 2 ساعة بس. طبعا نحن هون رح نتبلهم ونحطهم بالفرن. أنتوا فيكم تتبلوه من قبل بليلة بيبقى أحسن كمان، وتحطوه بالتلاجة. تاني يوم بتشيلوه بتحطوه بالفرن، بيبقى الفراخ كلها شربت مظبوط الصلصة والتوابل. صدور الفراخ سليمة مثل ما هي، رح نكون عم نحطها بالطاجن. مشان هيك مثل ما هي هلأ رح تبلها، رح حط مع شرايح البصل وعندنا شرايح الثوم. طبعا كل ما كترنا من التوابل ان كان بصل ولا ثوم ولا بهارات، هلا بعرف يمكن خلال هذه الفتره وبهالشهر الفضيل وجود التوابل اللي كتير، يعني بدنا شوي ما كتير نركز انه نكتر توابل، ممكن نحط بس باعتدال. انما انا بهمني نحط توابل كرمال نخفف ملح، لانه الملح هو الاساس وهو اللي لازم نكون عم نخففه حتى نتفادى الشعور بالعطش، لانه الملح بيدهر لنا كل المي اللي بجسمنا. فبفضل التوابل على بفضل التوابل على الملح. لكن حطيت البصل، حطيت الثوم، رح حط زنجبيل طازج. انا هون عم بستعمل زنجبيل طازج مبشور. على فكره الزنجبيل بيقعد وقت كتير بالثلاجه بالفريزر عفوا، يعني ممكن مثلا اذا جبتوا كيلو زنجبيل او نص كيلو بيعملكم كتير، ممكن تبشروا اللي انتم عايزينه والباقي القطع الباقيه بتقعد بالفريزر طيله شهر رمضان الفضيل. خلوها عندكم بالفريزر كل ما تعوزوا تبشروا شوي. طيب رح ننتقل للتوابل، القرفة والكمون والكزبرة. لكينا قرفة كمون وكزبرة وزنجبيل، رح حط 1 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود
ومعلقة صغيرة من الملح. يعني هيدي الأكلة تقريبا بتطعم 4 أشخاص، من 4 لـ5 أشخاص، وبكل الأكلة حطيت معلقة صغيرة ملح. هون بدنا نبلش نعمل كنترول وننتبه على كمية الملح اللي عم نتناولها. مشان هيك معلقة صغيرة كتير منيح انه نكون عم نقسم هيدا الطبق على 4 أشخاص مع معلقة صغيرة. بذكركم الملح موجود بكتير مأكولات مخفية، مش بس هو الملح اللي نحنا منتناوله هون ومنحطه، الملح الأبيض موجود بحيلا صلصة جاهزة. يعني أنا مثل ما دايما بقولكم مثلا ما تستعملوا الصلصات اللي هي صلصة الطماطم الجاهزة، عملوا صلصة طماطم عندكم بالبيت، لأنه صلصة الطماطم تحتوي على الصوديوم الملح المخبى، المعلبات تحتوي على ملح مخبى. يعني لما بدنا نيجي نعمل فول على السحور افضل انتم تكونوا عم بتجيبوا كيس الفول وتعملوه مدمس عندكم بالبيت من انه نفتح علبه ونحضرها، لانه لما نفتح علبه هيدا الفول بيحتوي على ملح، ونحن بدنا نتفادى كل مصادر الصوديوم على كل اشكالها. لكن هون انتو بتنقعوا ساعتين، او اذا حابين تعملوه من قبل بليلة كمان بتنقعون. وبنرجع بناخد طبق طاجن ومنرص فيه صدور من بعد ما نكون طبعا تبلناها، منرصهم بهيدي الطريقة. طبعا بدنا نرجع نزيد الصلصة. الصلصة اللي بقيت بدنا نرجع نزيدها ونوزعها فوق البصل، فوق الفراخ، نحط البصل والثوم فوق الفراخ. كمان عندنا شوربة الفراخ اللي أنا حطيتها. شوربة الفراخ مثل ما كنت عم بقلكن قبل ما نفوت على هالشهر الفضيل، كنت عم بقلكن حضروا شوربة الفراخ من قبل بوقت وحطوها خزنوها بالفريزر، بتقعد شهر كامل بالفريزر. صلصة الطماطم حضروها من قبل بوقت، كمان بتقعد شهر كامل بالفريزر. حتى خلال هالشهر الفضيل إذا كنتم مخزنين شوربة، مخزنين طماطم معصورة، طبختكم بتخلص كتير بسرعة، وبتقدروا تحضروا سفرة غنية بوقت كتير قصير إذا عندكم، إذا مجهزين من قبل بوقت الصلصات والشوربات. هيدا الطبق صار جاهز. طبعا انا محمية الفرن من قبل بوقت على درجة حرارة 200، رح نحطه بالفرن تقريبا لمدة نص ساعة.